رغم حاجة أهالي غزة لمياه تروي ظمأهم، إلا أن الأمطار فاقمت همومهم. فهذا الشاب يحاول تثبيت أكياس بلاستيكية لتغطية ما قد يصبح مأواً له ولعائلته لفترة طويلة. بهدلنا طبعاً، المية بتدخل في الخيام جوا والفراش بتبهدل وبتصير كله مية، أنا عارف أمر الله الحمد لله. وهنا سيدة تحاوط خيمتها بالرمال علها ترد المياه عن خيمتها التي يحتمي بداخلها أطفالها، فيما تحاول في الوقت نفسه جمع مياه الأمطار لاستخدامها في الشرب والاحتياجات الشخصية. بهدلنا، بتفوت علينا المي، الليلة كنا قاعدين هون بالنص، سقعة ومطر ومش عارف ايش الواحد يعمل. حتى كمان إلي تقريبا 30 يوم ما فيش مية حلوة، بنستخدم مية مالحة من الله يعز كل الحمامات هناك، وهي التوي كمان أنا من المية الحلوة هذه من الشتاء من عند الله. وفيما راح الأطفال يلهون ويلعبون تحت المطر، إلا أن القلق انتاب أهاليهم من أيام مظلمة آتية وهم قابعون في الخيام بعد أن نزحوا من بيوتهم في الشمال إلى جنوب القطاع جراء القصف والتهديد الإسرائيلي. يخفف عنا يا رب ويرفع عنا، يبعد عنا شر اليهود، هجرونا من بلادنا ونزحونا وهدموا بيوتنا، وانتم شايفين حالنا عايمين في مية المطر، بنعجن في بنخبز في مية المطر قاعدين، عايشين على النار، لا في مخابز ولا في حاجة. نحو 1,600,000 فلسطيني من أصل ما يقارب 2,400,000 من سكان القطاع المحاصر نزحوا خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشمالية إلى الجنوب، تكدسوا في خيم وسط شح في المواد الغذائية والأدوية وحتى مياه الشرب. الشتاء كابوس حرفياً، الوضع اللي إحنا فيه صار كابوس. كنت زمان أحكي يا رب يجي الشتاء وأمطار الخير، حرفياً بدعي كل يوم حالياً إنه ما تمطر الدنيا، إنه هنا إحنا في مخيم في خيم أشياء كتير، يعني حرفياً ما في إشي حامي يحمي المكان اللي إحنا فيه، يعني المطر لما ينزل بنغرق.